حلقت أجنحة الغضب حتى انتصرت في أكتوبر عام 1973، وبقيت بطولات المقاتلين المصريين لا يعرف عنها سوى قليل من المقربين. وفي محاولة من شباب المجموعة 73 مؤرخين، أنتجت المجموعة فيلم أجنحة الغضب، وهو فيلم وثائقي يروي بطولات الطيارين المصريين في الفترة من حرب الاستنزاف وحتى انتصارات أكتوبر، معتمدا على شهادات الأبطال الحقيقيين ومستخدما الجرافيك في تجسيد حكاياتهم. احنا قعدنا نعمل ريسيرشز، الفيلم خد مرحلة ريسيرش وبعد كده تنفيذ مبدئي، بنبني المودلز بتاعتنا وبنبني الحاجات وبناخد موافقات عليها ان هي دي بالظبط اللي حاربت، وبعد كده بدأنا نعمل المعارك، نعمل سيميوليشن المعارك. احنا خدنا 3 سنين في الفيلم، احنا 3 سنين شغالين. طبعا احنا اضطرينا طبعا نتصرف من بجهودنا الذاتية تماما يعني، وبدأنا طبعا على مدى 3 سنين بنصرف على هذا العمل. إن كان المحاربون المصريون قد تحدوا العدو بالطائرات والصواريخ والأسلحة، فالمجموعة 73 مؤرخون داخل حرب جديدة سلاحها هو توثيق بطولات المصريين في مواجهة الادعاءات والأكاذيب.